إذن أنس بن مالك كان صحابيا ذا مقام عظيم عند عمر. نعم. طبعا تمضي السنين، هذا أنس بن مالك عاش عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان، آخر أيامه أي آخر أيامه كانت زمنا زمن الحجاج، حجاج بن يوسف. حجاج بن يوسف طبعا أساء إلى كثيرين، منهم من منهم أنس بن مالك بعث إليه عندما جاء، طبعا أساء وأغلظ عليه في القول أفتان أنت إلى آخره وإلى آخره. أنس بن مالك سكت، لكنه طبعا باقي الناس ذهبوا إلى أنس كونه كبيرهم، يعني عمر وهو صحابي. كتب أنس بن مالك إلى عبد الملك بن مروان، ماذا قال له؟ عبارات بسيطة، قال: لو أن اليهود والنصارى أدركوا رجلا خدم نبيهم لخدموه. عبد الملك بن مروان ما إن قرأ هذه الرسالة وكأن صاعقة نزلت عليه. طبعا أرسل إلى الحجاج بن يوسف بكلام شديد، على ما أقدر أقول لكم، اللي يبغى من وقف عليه فليقول، لكن أرسل إلى الحجاج بن يوسف بكلام شديد يشتمه فيه شتما عظيما، أي دع أنس بن مالك مشاء له. إلا أنس، من بقي ترى من الصحابة ذلك الزمن؟ من بقي؟ عاد هذه البقية الباقية بعد تسيء إليه من الحياة، دعه، إياك وهؤلاء، إياك. طبعا أنس بن مالك من أموره العظيمة التي يشار إليها عبادته. كيف كانت عبادته؟ نقف على صورتين. صلاته، يذكر أن صلى أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، إذ يخدم من هو؟ يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم حتى تتفطر قدمه. وكذلك طبعا بعض الصحابة، لا أذكر من الصحابة، من كبار الصحابة لا أذكر اسمه الآن، كان يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم هذا. من هو ابن أم سليم؟ أنس بن مالك. كانت صلاته شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أن الصحابة غير العمانيين كانوا يبكون الدم لوجود التغييرات حتى في الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة غير العماني. هذا الكلام ليس تهويلا ولا هو بارتجال، الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه الحافظ ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، يروي أن أنس بن مالك دخل عليه فوجدوه يبكي. هذا الكلام أيضا رواه البخاري في صحيحه، أن أنس بن مالك وجدوه يبكي فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أرى شيئا مما كان على عهد رسول الله فيكم اليوم. رواه البخاري في صحيحه، ومن رواه له البخاري فقد جاوز القنطرة عند المحدثين، عند المحدثين طبعا. البخاري يروي أن أنس بن مالك قال: ما أرى شيئا مما كان على عهد رسول الله فيكم اليوم. قالوا: الصلاة يا أنس. قال: أولم تحدثوا فيها ما أحدثتم؟ أنس بن مالك هذا الكلام يقول. بعض المحدثين كابن رجب الحنبلي في الفتح قال: أنس بن مالك يعني تضيع الصلاة وتأخيرها عن وقتها. لا، أنس بن مالك أنكر أشياء أكثر من تأخير الصلاة، أنكر تأخير الصلاة وأنكر تسوية الصفوف كما في البخاري، وأنكر كذلك أمورا رآها بعينه تغيرت، ليست مسألة تأخير وقت ولا تسوية الصفوف. ولذلك أنس ما كان يصلي خلف عمر بن عبد العزيز، كما ذكر ذلك الطبراني في معجمه الكبير بإسناد وثقه ابن حجر الهيثمي. أنس ما هذا الكلام؟ ما كلام الإباضية، كلام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد وثقه ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، أن أنس بن مالك قال لعمر بن عبد العزيز: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة متى وافقتها صليت خلفك، وإلا صليت وانقلبت إلى أهلي. يعني أنس أنكر حتى على صلاة عمر بن عبد العزيز.
ولم ينفرد أنس بن مالك بهذا، بل الطبراني يروي بإسناد أيضا صحيح عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال عين القال، أبو أيوب الأنصاري صحابي، قال عين المقالة لي لمروان، قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة متى وافقتها صليت خلفك وإلا صليت وانقلبت إلى أهلي. إذن الصحابة الذين تركهم صلى الله عليه وسلم في مدينته عانوا معاناة شديدة من حدوث الغير والأحداث والتبديل على الصلاة، وهذا كما قال أنس هذه الصلاة قد ضيعت.